يا أم صلاح، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أحمد، عليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنت بخير. وأنت بكامل الصحة يا أختي، أهلا بيك. ربنا يا رب يبارك فينا فيك كده يا رب إن شاء الله. الله يحفظك يا أختي، اتفضلي. الله يخليك. لو سمحت أنا عايزة، أنا عندي مشكلة بيني وبين إخواتي وبين أهلي. أنا ليا 5 أخوات بنات، وليس لي أخ، ووالدتي ووالدي قطعوني. يعني السبب ان انا كنت مخاصمه اختي لانها اذتني كثير. اختي الثالثه نعم اذتني، فوالدي ايه عشان يصالحني على اختي، فانا ما رضيتش ان انا اصالحها. يعني السبب ان هي هنتني وانا اتجوزي وانا كنت قاعده في بيت اهلي، لان انا كان حصل بيني وبين عندي مشكله، كان حصل عندي مشكله وحصل عندي اذى، وناس عملت لي عمل وعملت لي سحر. نعم. فلما يعني الفتره اللي انا قعدت فيها في بيت اهلي، كانت اختي مش عايزاني اقعد في بيت اهلي، بتقول لي انت زوجك مش راجل ان هو يقعدك في بيت اهلي. وكان كان والدي بيعامل ابني معامله مش حلوه، كان دايما يكش فيه، يضربه، بيعامله معامله مش حلوه. كذلك والدتي، السبب ان انا ما رضيتش اصالح اختي. وليا اختي برضه اللي هي بعديها على طول برضه مخصموني برضه، ما بتكلمنيش. طيب في سؤال تاني غير ده؟ ايوه، السؤال ان يعني هل انا اذنبت في حق في عبادتي لربنا، او اني يعني حاولت ان انا يعني اصالح الناس دي واكلم ناس، او يعني ان انا امشي في عباده ربنا مستقيمه، بس الحمد لله مستقيمه لغايه الان، لان انا يعني الفتره اللي فاتت دي كنت تعبانه بسبب العمل اللي اتعملني، فالحمد لله دلوقتي يعني بحاول ان انا استقيم في عباده ربي. بس انا عايزه اسالك سؤال، ان هذا دي ابتلاء من الرب عليا، وانا اذنبت في حق عباده ربي، ولا يعني انا عايزه حضرتك تقول لي على السؤال ده، ان يا مان بساله لك ده هو ابتلاء من الرب عليا، ولا انا قصرت في عباده ربي؟ حاضر اجاوبك. ومعامله والدي ووالدتي. شكرا يا ام صلاح، حاضر اجاوبك. حاضر، شكرا يا ام صلاح. اسم يا ام صلاح، انت اخطأتي في ان والدك حاول ان هو يصلح بينك وبين اخواتك وانت رفضتي. وان جنحوا للسلم فاجنح لها والصلح خير. هو والدك حب يصلح، تروح النهارده تسلمي على ايد ابوك ورجليه وتقول له انا اسفه، انا اخطأت، اصلح بيني وبين اخواتي. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وظيفة الشيطان أنه يكرهنا في بعض. صلحي إخواتك، وما تسمحيش للشيطان أن هو يفسد العلاقة بينك وبين إخواتك، أن هو يكون فيه قطيعة بينك وبين إخواتك. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. علشان كده لازم تروحي النهاردة مش بكرة، النهاردة، وتعجلي بالصلح بينك وبين إخواتك وتسترضي والدك. يا شيخنا أنا أختي شتمتني وأهانتني وأهانت زوجي. اللي هي الشتمة لزقت فيكي؟ تكونش الشتمة لزقت وإحنا مش واخدين بالنا؟ كبرت دماغ شوية، في إيه؟ كانت غضبانة شوية، قالت كلمتين وزهقان. سيدنا إبراهيم بن أدهم عدى عليه واحد يهودي، الراجل اليهودي ده واخد كلب فيه. يا رب عليك باليهود والصهاينة يا رب، يا رب عليك بالصهاينة يا رب، انتقم منهم يا رب. فالراجل اليهودي ده ماسك كلب ومعدي على سيدنا إبراهيم بن أدهم، فبص كده سيدنا إبراهيم بن أدهم قال له: يا إبراهيم يا ابن أدهم. قال له: نعم. قال له: هو لحيتك أطهر ولا ديل الكلب بتاعي اللي أطهر؟ يا نهار أبيض، إيه ده؟ لحيتك أطهر ولا ديل الكلب؟ فسيدنا إبراهيم قال له: لو لحيتي دي في الجنة يبقى لحيتي أحسن من كلبك وأطهر من الكلب بتاعك، لكن لو لحيتي دي في النار يبقى دي للكلب بتاعك أطهر منه. الراجل اليهودي اتصدم، إزاي إبراهيم ده آدم يرد بالأدب ده؟ الكلام ما لزمش. إيه سيدنا إبراهيم، سيدنا عمر بن عبد العزيز معدي في الجامع وكان رئيس دولة، خبط في الراجل وهو نايم، خبط فيه بس وهو نايم. فالراجل بص كده: أنت أعمى؟ قال له: لا لا لا، أنا آسف، معلش غصب عني.
الحارس اللي ماشي مع سيدنا عمر بن عبد العزيز هيطلع السيف وهيخبط الرجل، قال له انسى وايحك بتعمل ايه؟ قال له السامع بيقول لك انت، قال له هو سالني انت عم، انا قلت له لا. الكلمه لزقت ما لزقتش. بعدين يا ام صلاح الله يصلح حالنا وحالك بحبحيها شويه كتير، الواحد ساعه الغضب بيقول كلام يعني اهانتك واهانت زوجك، لحل كان عندها مشكله، لعلها كانت غضبانه شويه، لعلها كانت متضايقه، لعل عندها مشكله اكبر من مشكلتك، استحملي شويه، ابتغاء وجه ربنا، خدي اسوه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خدي اسوه من اسيادنا الصحابه. الحقيقه انه فيه اخت فاضله كانت ارسلت الي وذكرتني بقصه جميله جدا. القصه دي كانت بين سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا معاويه ابن ابي سفيان. سيدنا معاوية عنده حديقة وجنبيها بالضبط حديقة بتاعت عبد الله بن الزبير. فالعمال بتوع سيدنا معاوية خطأ دخلوا كسروا شوية شجر في المزرعة بتاعت عبد الله بن الزبير. فراح سيدنا عبد الله بن الزبير جايب ورقة وقلم وراح كاتب رسالة لمعاوية، معاوية رئيس الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. لأن هند زوجة أبو سفيان هي اللي أغرت وحشي عشان يقتل سيدنا حمزة عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت بطنه وكلت كبده وعملت حاجات وحشة يعني. فقام معاوية وصلته الرسالة وفيها إهانة، فراح معاوية جاب ابنه قال له عبد الله بن الزبير بيقول لي كذا كذا كذا، قال له ابعت له جيش اوله عنده واخره عندك وريحنا منه، قال له لا 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 الحل. وراح جايب ورقه وقلم، ده سيدنا معاويه، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من معاويه ابن ابي سفيان الى عبد الله بن الزبير ابن اسماء ذات النطاقين، ياهو، فاني والله أتنازل عن مزرعتي لك لقدرك ومقامك. الورقة توصل سيدنا عبد الله بن الزبير يقراها ويروح معيط. أنا قلت له أنت ابن الست اللي كانت بتاكل أكباد الناس، وهو رد علي وقال لي أنت ابن أسماء ذات النطاقين. فارق شاسع بين أن حد يشتمني وأنا أرد عليه بشتيمه. فراح سيدنا عبد الله بن الزبير راكب على طول وطالع على سيدنا معاوية وقعد بين ايديه وقعد يبوس على دماغه ويقول له انا اسف، انا اسف سامحني. شفت له اللين حلو ازاي؟ لكن لو انت بقى رديت، هي قالت لك انت جوزك ما اعرفش ايه، وانت رديت عليها بكلمه وكلمه، الشيطان دخل حط شويه شعلاله كده وشويه نار كده، هوب هوب شعلل الدنيا، هوب قطيعه بينك وبينهم، حرام. دلوقتي النهارده بعد الحلقه تروح تسلمي على والدك وتبوسي ايده ورجله ودماغه وتقول انا اسف، صلح اللي بينه وبين اخواتي، انا غلطت وانا مسامحه في الشتمه اللي هم عملوها في حق زوجي. وكلنا نعمل كده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.